يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يقول إنه قد تواتر عن السلف قول بلا كيف، وهذا معناه نفي المعنى أو تفويضه؟ نعم، تواتر عن السلف بلا كيف، وليس معناه نفي، هذا كذب، أو هذا مراد السلف. مراد السلف أن لا تذكر كيفية استواء الله على عرشه، كيف استوى؟ ولذلك لما سأل رجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكيفية، الكيفية ما هو بالمعنى، المعنى معروف، لكن الكيفية كيف استوى لا يعلمه إلا الله. ينزل سماء الدنيا كيف ينزل، ما يعلمه إلا الله، ما هو مثل نزول المخلوق، لهم مثل استواء المخلوق، بل هو كما يليق بجلال الله عز وجل. الكيف مجهول، نعم، أما المعنى فهو معلوم. نعم.